كابتن سيف مساء النور، اخبارك يا حماده؟ كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. مبروك انضمام المنتخب. حبيبي الله يبارك فيك يا رب. انتوا ايه الاتحاد يعني متالق اليومين دول مع المنتخبات في ايه؟ ده هو ده الطبيعي ان النادي الاتحاد يكون موجود منه لعيبه، والنادي ده يستحق اكتر من كده. الفتره اللي فاتت بس ما كانتش احسن حاجه بالنسبه للنادي، بس ان شاء الله الفتره الجايه يكون النادي في مكانته الطبيعيه باذن الله. يا رب دايما ربنا يوفقكم. طموحاتك ايه مع المنتخب؟ هو طبعا ما فيش حاجه لسه، ده هو مجرد معسكر لسه مش اكتر من كده. فيعني الخطوه الاولى انت تتكلم. ايوه ده انت اللي بيكلمه مدرب المنتخب ويقول له انت على راداري، بيعلقها على الحيطه. مش حال بقى اللي انضم للمنتخب، بس دي بتبقى يعني الفيرست ستيب ان انت تاخدها، يعني دي انت تبني عليها بقى، يعني انت تاخدها وتبني عليها، انت تبقى موجود دايما وتنافس، ان انت معاك لعيبه كبيره وفي فيكتوري لعيبه كتيره، فانت تكون موجود ده طبعا شرف ليك انت تلعب في الماتش، لكن عشان انت تكون موجود وسط الناس ديت فده يحتاج مجهود ومحتاج شغل، فربنا يقدرنا ونقدر نكون موجودين. يعني شايف ان التجربه مع المنتخب في الاستمرار صعبه؟ لا ما طبعا مش صعبه، ما فيش حاجه مع الشغل وتوفيق ربنا هتكون صعبه باذن الله. هل زمان كانت اللعيبه الصغيره طموحاتها يقول لك يا عم انا هيجي لي فرصه ازاي؟ ما هو قوام المنتخب ثابت، دلوقتي المنتخب بابه على طول مفتوح. لا هو كابتن سيف، هو بس النقطه دي فيها مشكله، ان هو اللعيبه الصغيره في مصر هنا بتبقى محطوطه تحت سن ال 24 سنه و 25 سنه، وده مش طبيعي. يعني هو ده مش حقيقي، اللعيبه الصغيره يعني اللعيبه الناشئين ديت اللي عندها 16 سنه و 17 سنه، مش اللي عندها 24 سنه و 20 سنه، دي مش ناشئين. صح. بس فهو ده مش موجود غير في مصر، بس اللي لعيبه اللي عندها 24 سنه لسه ناشئين ولسه لعيبه. انت عندك كام سنه حماده؟ 24 كده. ده انت خلاص كبرت يعني ما شاء الله. بالظبط بالظبط. فهو مع 24 سنه مش لعيبه صغيره، لا لعيبه ناشئين، بالعكس اللعيبه الشباب ديت اللي هي 16 و17 سنه لسه محتاجين وقت ومحتاجين خبرات وحاجات، لكن لا هو في العالم كله 24 سنه مش لعيب صغير خالص. يعني انت بدايتك فين يا احمد؟ انا قعدت في نادي الزمالك 15 سنه. يعني انا من ناشئين الزمالك، بعدين كنت سافرت شهرين خبرات ترايكوس في اليونان بعد الزمالك على طول، ورجعت على المصري. بعدين من المصري رحت المقصه، ومن المقصه للاتحاد. من المقصه للاتحاد. انت زملكاوي اصلا؟ ما في الشغل ما فيش زملكاوي واهلاوي يا كابتن سيف، يعني هو في الشغل انت بتنتمي تبقى للنادي اللي انت فيه. يعني لما يجي لك العرض من الاثنين كده اهلي زمالك تقعد تفكر؟ مفيش طبعا، هو في حد محدش يعني هو محدش يجي له عرض اهلي والزمالك وياخد القرار في دقيقه. صح. يعني ده الموضوع مش موضوع انت اهلاوي او زملكاوي او مين هيديك فلوس اكتر، الموضوع مش كده خالص. اخدت معاك تفكير كتير؟ طبعا، ولسه هتاخد وقت اكتر من كده طبعا، يعني انت بتدرس العروض اللي قدامك وتشوف انت هتستفاد اكتر فين كلاعب وكاسمك والناس هتساعدك فين، يعني هو الموضوع بس مش موضوع انت انتباهك فين او انت فلوس هتاخدها اكتر فين، الموضوع مش كده خالص. لا عرض مين احسن، الاهلي ولا الزمالك؟ لا هو لسه ما فيش حاجه رسميه طبعا، واي حاجه هتبقى عن طريق النادي، وبعدين هو فيه يعني في كذا كلها عروض يعني شفهيه، يعني كلها كلام ما فيش حاجه رسميه حصلت، وبس هي كلها كلام واجتهادات بقى صحفيين بتكتب، لكن لسه مفيش حاجه رسميه تمت او حصلت. يعني فاضل لك كام سنه في الاتحاد؟ انا بقى لي موسمين مع الاتحاد لسه. موسمين. ربنا ان شاء الله باذن الله ويوفقك ويكرمك كده وتحقق كل احلامك وطموحاتك، اهم حاجه مع المنتخب في القادم. ربنا يخليك يا سيف، ربنا يخليك. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا احمد عادل ميسي، لاعب الاتحاد السكندري.